تعد الصحة العسكرية في الجزائر لبنة أساسية في دعم وتطوير منظومة الجيش الوطني الشعبي من خلال الاهتمام بالفرد العسكري من كافة النواحي. وقد لمسنا إرادة واضحة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في استمرار دعم وتحديث المنظومة الصحية العسكرية من حيث الهياكل والتقنية والكفاءات. فلا يخفى على أحد الاهتمام الخاص الذي شهده هذا القطاع من خلال تهيئة البنية التحتية وإنشاء المراكز الاستشفائية. المستشفى العسكري الجامعي المتخصص الرائد سعيد أيت مسعودان يعد قطباً صحياً مهماً في المنظومة الصحية الوطنية، فإنشاء هذا الصرح الاستشفائي يندرج في إطار تحسين التكفل بالمرضى من الأفراد العسكريين وعائلاتهم، ويأتي أيضاً لتدعيم الهياكل الاستشفائية للجيش الوطني الشعبي وكذا المساهمة في الرفع من مستوى التأطير الطبي، مما سيكون له انعكاسات إيجابية بشأن ترقية نوعية الفحوصات داخل هذه المنشأة الطبية المزودة بتكنولوجيا حديثة وبنية تحتية متطورة، والتي تقدم فيها أحدث المعالجات التخصصية في مجال طب العظام. إن هذا الهيكل التابع للصحة العسكرية كان مخصصاً في بداية الأمر لإعادة التأهيل الوظيفي، وهذه تكملة لنشاط المستشفى المركزي للجيش الوطني الشعبي. ولمواجهة الطلب المتزايد قامت القيادة العليا بإنشاء مصلحة جراحة العظام التي دعمت بمصلحة أخرى وهي مصلحة التخدير والإنعاش. بعد ذلك الممارسة الطبية استكملت تدريجيا ودعمت بمصالح أخرى عدة، العديد من التخصصات الأخرى. الطاقم الطبي هو من يجعل المستشفى مميزاً، فالأطباء هنا يعملون بلا هوادة، غايتهم البحث والعمل من أجل راحة المريض. كل أسبوع يجتمع الأطباء في هذا المكان لدراسة ملفات المرضى، خاصة المستعصية منها والتي تحتاج لتدخل جراحي، إذ غالباً ما يترتب على الأطباء هنا اتخاذ قرارات مصيرية لإنقاذ حياة المرضى والتقليل من معاناتهم. النشاط الجامعي من جهته يعد من أولويات هذا الصرح الاستشفائي، والذي يشهد نشاطات غنية ومتعددة الأوجه بشقيها النظري والتطبيقي، وهذا في مرحلتي التدرج وما بعد التدرج. أما فيما يخص النشاط الجامعي وفي مرحلة ما بعد التدرج وأثناء التدرج، من خلال تنظيم الأيام الطبية الجراحية في المستشفى الجامعي المختص الرائد سعيد أيد مسعودان بصفة منتظمة ولمختلف الملتقيات والندوات، يركز كل هذا النشاط بطبيعة الحال على المريض المصاب في مقاربة علاجية حديثة متكاملة ومستقلة، كسبيل المثال الإنعاش، الأشعة الطبية، العمليات الجراحية وإعادة التأهيل، وكذا صناعة الأعضاء البشرية. كما يحرص المستشفى الجامعي المتخصص على تنظيم الأيام الطبية الجراحية بصفة منتظمة، مع تنظيم الملتقيات والندوات الدورية التي تسهم في تبادل الخبرات والتعرف على آخر المستجدات العلمية والتقنية في مجال طب العظام. من
منذ اللحظة الأولى لدخولك إلى المستشفى يمكنك أن تدرك أنك داخل منشأة طبية مفعمة بالحيوية والنشاط. يوسف مريض في العقد الرابع من العمر، يعاني من مرض الروماتيزم والذي سبب له تقوسا كبيرا في العمود الفقري مما قلب حياته جحيما. المريض قصد المستشفى العسكري بعدما ذاقت به السبل في إيجاد حل لحالته المستعصية، وهذا بعد رحلة علاج طويلة بين الأطباء والمستشفيات، حيث تم التكفل بحالته في إطار البحث العلمي نظراً لحالته النادرة. إن التكفل بهكذا حالات يعطي دفعاً نوعياً لمسار البحث العلمي وتطوير القدرات الجراحية للأطباء المختصين في مثل هذه الجراحات المعقدة والصعبة. ترى هل يستطيع هذا المستشفى تغيير حياتها؟ مهلاً، يبدو وكأن الحياة تريد أن تبتسم له من جديد. لقد لاح بصيص الأمل مجدداً في حياته بعدما شخص الأطباء هناك حالته وعلم أن المستشفى العسكري سبق وأن استقبل هكذا حالات وتمت معالجتها عبر التدخل الجراحي. المريض تاعنا اليوم دخل المستشفى يعاني من مرض مزمن هو روماتيزم اسبيا. المريض تاعنا ما يقدرش يوقف في المشية، ما يقدرش بلا ما يطبق الجنو تاعو ويرجع لونش تاعو اللور باش يقدر يشوفنا ويقدر يمشي. في حياته العادية سطره دايما عنده، ظهره مقوس. لتحسين الحالة الصحية للمريض تاعنا لازم له عملية جراحية على مستوى العمود الفقري. كل مريض يعيش على أمل أن يتغير قدره إلى الأحسن. بالنسبة ليوسف فالسنوات الأخيرة كانت صعبة وثقيلة. اليوم موعد يوسف مع الطبيب المختص في التخدير والإنعاش، والذي سيطلعه على بعض التفاصيل حول عمليته الجراحية والتاريخ المقرر لإجرائها. إن شاء الله اليوم نديرو دوسي تاع الأنستيزي باش نشوفو العملية هذه تنجح العملية، وإن شاء الله من بعد العملية تكون يعني تعاود الأكتيفيتي تاعك نورمال ما تحس والو. لا ربما العملية هذه تطول و كيما نقولوا احنا اون ريسك دو نديروا واحد ترانسفيجن سانغين باسكو ماشي عمليه تاع ساعه ولا ساعتين كثر، وهذه العمليه شغل فيها بزاف لي ان بو ديموراجي تو سا. دونك عندنا احنا وسائل باش نعاود نريكيبيريو كاع الدم هذاك اللي تاعك اللي كيما نسبيريوه ونعاودو نمدوهولك بور ايفيتي لي ترانسفيجن. الخوف من المجهول يتملك المريض الذي يدخل إلى المستشفى. البعض منهم يدخل في حالة من الإحباط، لكن الأطباء هنا حريصون على التكفل بالجانب النفسي للمريض. الخطر اللي عندنا احنا اللي تخدير في الإنعاش الانتوباسيون ديفيسيل شي سو باسيون، ولهذا عندنا بروتوكول باش نقومو والوسائل نديرو لو الانتوباسيون والتنفس تاعو في وقت الانترفونسيون تكون يعني سهله، ونعرفو ما هو كيما نقولو حنايا الوسيله اللي تضمن الانتوباسيون تاعو بلا ما يكون فيها ضرر ولا يكون فيها كومبليكاسيون. وجاء اليوم الموعود. دقائق قبل العملية الحاسمة، الكل مجند على قدم وساق. الفريق بكامله يشعر بدقة الوضع، فست ساعات تحت أضواء غرفة العمليات ليس بالأمر الهين. ست ساعات هي الفاصل بين الكابوس والحلم بالنسبة ليوسف. كما راكم تشوفوا المريض راهو لا بوزيسيون تاعو هذه هي فيزيولوجيك، والوسائل تاع الانتوباسيون هي تخي ديفيسيل في الجيستيون، وهذا الانتوباسيون انا ايتي بريفو سمع قبل ما درسناها من قبل ما نحطوا احنا المشروع الاوبيراتوار،
وجدنا الوسائل المخصصة للانتباشون الوحيد. والحمد لله في الانتباشون على الانتباشون والمريضة العهو في الانتباشون أسمي الانتباش مقيمين هنا يا وما شاء الله معنا بلهم يعرفوا هذا جيستو والبروتوكول اللي عندنا هنا يا التكوين تاعهم يعني راه مشغول اللي بيان انكادري كاين لو كوتي تيوريك دونك حنا رانا نحضر لو كوتي براتيك تاع المالات وما نبغاو حتى كل شيء فهذا الجبه والحمد لله هما شغل ساعدوني بزاف باش نعمل نظرية نظرية يقوم بها أساتذة المساعدين وكذلك رئيس المصلحة. فجانب التطبيقي هنا في الغرف العمليات نشوف يوميا عمليات مختلفة بقدر تكون بعض الأحيان تكون صعيبة مثل عملية اليوم سيفوس اللي ما يقوموش بها في كامل التراب الوطني. دونك هذه سأنغيشي معناها تزيد لنا في الإمكانيات واللي نشوفوا بها التكوين ديالنا يتحسن يوم بعد يوم إن شاء الله. نحن كملنا المرحلة الأولى هي جوست لانسيزيون فتحنا المريض كما تشوفوا لنا الفقرات من الفقرة الثانية لا دوزيام فيرتيبر لومبار حتى الأس أن بروميير فيرتيبر الصقري ممكن نبلاصيو إن شاء الله لي بيس تاعنا ومن بعد باش نبداو عملية الكسر باش نكسرو العمود الفقري باش نعاودو نرجعو إن شاء الله للمستوى. المرحلة الأخيرة هذه وهي المرحلة الصعبة للعملية الجراحية للمرض وهي راح نقوم بالكسر العمود الفقري بحيث نرجع هذا المريض بالشكل العادي اللي كان عنده من قبل. الآن بدينا المرحلة الثالثة وهي كسر الفقرة الفقرة الرابعة أنا بلاصينا بزوستيوتون تاعنا باش نديرو لوبير تاعنا تاع عملية الكسر ودركا نشوفوهم في الراديو إن شاء الله. نخا الشوكي رانا نجوزو عليه مي راهو نحميوه رانا بروتيجي بليزيكابتور نحميوه نجوزو عليه باش نروحو للفقرة نجوزو على النخا الشوكي اسمع عملية لازم تكون دقيقة ولازم تروح بالعقل لأنو الغلاف تاع النخا الشوكي رقيق بزاف. الجراح عنده ان ديفي اونتر دو شوز دونك سيمون لا مول ايبينيير اون اريير نتاع الشوكي ولا العروق و لو دوزيام ديفي هاد المنطقه كاين شريان كبير بزاف يقولوا شريان تاع الدم اللي ما لازمش نقربوا له بزاف لو كان نجرحوا الحياه نتاع المريض لازم تكون في خطر. هنا المرحلة الأخيرة تشوفوا الطاولة كيفاش ولات الآن طلعنا الطاولة باش كسرنا باش رجعنا الفقرة ونريج بيد الأوستيوتومي تاعنا تشوفوا ظهر كيفاش ولا المريض مع الأول كان هكذا والآن راه هكذا يعني إن شاء الله العملية راح يوقف إن شاء الله دوك نديروا كونترول بالأشعة إن شاء الله نشوفوا كيفاش راهي الفقرة تاعنا هاو كيفاش كان العمود الفقري تاعها هاو كيفاش راهو شوف هنا كان مستوي قد قدام وراي وهنا هو عاود ولا الانفلات تاعو
فهم الفقرة هذه ما يشكي مرتين. بعد عملية مضنية ومن دون أي تعقيدات تكتمل عملية يوسف. نسب إنجاح العملية يعني كان 50% من الطبيب و 50% من المريض، يعني شفتوا في التخصص هذا بجراحة العظام هذا، أولا نجاح العملية، ثانيا لكوبيراسيون دي مرض، دونك لازم المريض يتعاون مع الطبيب باش يعاود الحالة العادية تاعو، يعني بعد الجراحة هناك فيها إعادة تأهيل، هناك يعني لازم تكون إرادة من المريض. داخل غرف العمليات في هذا المشفى تجرى العديد من التدخلات الجراحية. جراحة الكتف بالمنظار إحدى أهم الإجراءات الجراحية التي تميز بها هذا المشفى. لقد دخل المستشفى مرحلة جديدة وحاسمة في المدة الأخيرة، حيث استفاد الأطباء من التطور الهائل الذي عرفته جراحة المناظير لما لها من مزايا وإيجابيات. ستريس كبير يعني قبل أثناء وبعد العملية، يعني قبل العملية من أجل تشخيص الحالة، أثناء العملية من أجل إنجاح العملية، وبعد العملية يعني نخافوا، يعني إحنا في مجال جراحة العظام نخافوا المضاعفات، لذلك يكون فيها يعني ستريس إنورم. نفس التقنية سوف تستعمل في جراحة الركبة، فهي تختصر الوقت والجهد والتكلفة وتجنب المريض الكثير من المضاعفات التي يمكن أن تسببها الجراحة التقليدية المفتوحة. تكوين تخصصات داخل جراحة العظام نفسها، منها تخصصات جراحة اليد، جراحة بالمنظار، جراحة العمود الفقري، أدت إلى رفع مستوى جراحة العظام. جراحة العظام تميزت بعد تكوين هذه التخصصات بالدقة والاحترافية. في زاوية أخرى من المستشفى يرقد مريض آخر وهو يعاني من مشاكل في ركبته أيضاً. هذه المرة سيقوم فريق من الأطباء بإجراء عملية جراحية لتقويم الركبة عن طريق زرع عضو اصطناعي. هي تقنية جديدة يتم فيها الاستغناء عن الإسمنت الطبي. اختيار هذا يعني كان مصور يعني بسيفتي رياضي سابق، يعني كان عندنا احتكاك كبير مع هذا التخصص، يعني اللي أثر فيه في اختيار الاختصاص جراحة العظام. أنا تحصلت على بكالوريا رياضيات علوم دقيقة، جميع زملائي كانوا يستناوا مني نتوجه إلى اختصاص رياضيات إعلام آلي. كانت المفاجأة رحت طب عسكري، بعد ما اخترت طب عسكري اخترت اختصاص جراحة العظام. جراحة العظام اختصاص اللي نعتمد بزاف على الرياضيات والفيزياء. مستشفى مختص سعيد المسعودان، جيت له وطنت ليزيد السنة الثانية، وانا ليزيد قريت هنايا وتكونت هنايا من جانب تاع جراحة الردود استعجالات. الحمد لله مستشفى في جميع الوسائل البشرية والمادية من حيث التكوين أحسن مستشفيات في الجزائر من حيث التكوين للأطباء المقيمين. في ركن آخر من المستشفى يقوم فريق من الأطباء بعملية انتزاع قطعة أو جزء من العمود الفقري. هي تقنية جديدة يعمد من خلالها المختصون إلى تحليل هذا الجزء لتحديد مصدر المرض. عملية ما تعرف بالبيوبسي ديسكوفيرتيبرال عبارة عن نزع طرف من العمود الفقري، وهذا عن طريق الجلد الموجه بجهاز اسكانير، بحيث ان نزع طرف من المرض لتحديد مصدر المرض، و
بحيث ان التهاب العمود الفقري يكون مصدره اما جرثومي او عن طريق ورم، بحيث ان هذه العمليه تكون بتخدير محلي موضعي مما يجنب المريض عمليه جراحيه تكون في بعض الاحيان مشاقه او وتجنبه ايضا طول المكوث في المستشفى. إبرة في الزاوية الملائمة وفي الطريق الملائم. وهذا من فوائد التخدير المحلي بأن المريض عبارة عن مشارك في العملية. التخدير الموضعي تقنية جديدة يعتمد عليها المستشفى في مختلف العمليات الجراحية. إن التحدي الأكبر أمام مصلحة التخدير والإنعاش والتي تعد كمرجع رائد في اعتماد مثل هذه التقنية هو تكوين الأطباء المقيمين في هذا التخصص. هذه الأطروحة الهدف تاعها هو البحث في الأسباب التي قد تؤدي إلى عدم نجاح عملية زرع الرابط الصليبي والطريقة الأمثل من أجل التكفل بها والوقاية من حدوثها أثناء القيام بعمليات جراحية في المستقبل. بعد انتهاء الجراحة يتم نقل المريض إلى قسم العناية الفائقة. هنا ستتعلق حياته بالأجهزة لساعات أخرى قبل أن يتوجه إلى جناح الاستشفاء. صباح الخير. صباح الخير. مشرف لاباس. صباح الخير. قلت يوسف وجد 41 أدمي و بلوك أوبيراتوار pour syphose lombaire. Le post-opératoire est comment ? Correct. Alhamdoulilah, couche jazz. Est-ce qu'il y a un extal ? بعد نجاح العملية إن شاء الله، إن شاء الله نولي الحياة العملية والمهنية والحمد لله يا ربي. أيام بعد العملية الجراحية عدنا ووقفنا على حالة يوسف. أمر لا يصدق. للوهلة الأولى يظهر التحسن الكبير في المظهر الخارجي للمريض والذي انعكس أيضاً على حالته المعنوية. لقد كان كابوساً حقيقياً بالنسبة له، لكن بفضل سواعد الرجال من خيرة أبناء المؤسسة العسكرية عاد الأمل ليعلن عن ميلاده من جديد. الحمد لله نجحت العملية هذه. والله غير كلهم قاع تبعوني من أول يوم اللي دخلت لي المستشفى إلى آخر يوم هما معايا. الله ما خصني حتى حاجة ويعطيهم الصحة وبارك الله فيهم. تعد عملية مراقبة ومتابعة المريض بعد التدخل الجراحي أمراً بالغ الأهمية، وهذا ما يحرص عليه الأطباء المختصون في هذا المستشفى، فإتقان العمل مبدأ راسخ هنا. ما كانتش عندي هذه، كانت هكذا، كان ظهرت هكذا، وكانت كامل مفوصة، هذا كانت تخليك تمشي هكذا. الحمد لله تشوف راه ديال الموقع اللي فيه، هنا راه عندهم الضبط، يسقفوا في الركمة. هما هذا شوف. ثلاثة أشهر كانت كافية ليوسف ليستعيد حياته الطبيعية كأي شخص عادي.
وهذا ما لمسناه أثناء زيارتنا له في مكان عمله، فهو الآن يشعر براحة نفسية وجسدية لا توصف. كيف لا وقد تغيرت نظرات الشفقة والحزن إلى نظرات كلها فرح. الحمد لله يا ربي، راه من الناس كيجوا ديجا كيدخلوا يشوفوا الفرق، غير يشوفك ويقول لك الله يبارك، شغل ماشي كيما كنت من الاول. والأروع من كل هذا فرحة الأصدقاء والعائلة. لقد كانت نظرات يسرى تشع بهجة وغبطة ورضا وهي تستقبل والدها، كيف لا وهي من كبدت الهموم وعاشت الآلام وتحملت مسؤولية أكبر من سنها. زمان نروح للبيت زمان نقبض مخدة ونبقى نبكي ما نحملش، خفت نشوفو الدمعة تطيح لي، يجي من الخدمة ولا يجي من اسمه يعيط في التليفون يقولنا يسرى حط انت وخوك، كنا نطلع مع عليهم قضيان كي يكون نشوفه شد حاجة ثقيلة نحيها له نشدها. كاو مليح دار اوفيراسيون العملية دار ولا راه مليح، او يسرق طوموبيل او يمشي او يروح يدينا ويروح للجامع يدينا نحوسه. ان شاء الله ربي يحفظهم، ان شاء الله على الجزائر تاعنا والشعب تاعنا والجيش تاعنا اللي وقفوا معانا وحماونا وشفوا، ربي هو الشافي، وداولي وليدي ولهم اما كاع والحمد لله يا ربي. ربي يحفظهم ويسترهم بعد البلا عليهم. وفيما يخرج مريض من المستشفى وقد شفي، يحذر الطاقم الطبي نفسه مرة أخرى لدخول غرفة العمليات لينقذ حياة أخرى. شعارهم العلم، العمل والتضحية. تركنا المستشفى العسكري الجامعي المتخصص الرائد سعيد أيس مسعودان آملين أن تشرق الحياة مجدداً على المرضى الآخرين. إنه حقا لأمر رائع أن تغمرك أحاسيس الرضا والفخر والامتنان وأنت تقف أمام رجال شرفاء مؤمنون صدقوا ما عاهدوا عليه الله والوطن.